تشارك مصر في احتفالات العالم والمهتمين بالأثار بيوم التراث العالمي، ذلك بافتتاح قاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية. يأتي ذلك بعد الانتهاء من وضع المومياوات الملكية بفترين العرض المخصصة لها داخل القاعة، تمهيدا لاستقبال الزائرين. ويهدف يوم التراث العالمي والذي أقرته منظمة اليونسكو إلى حماية المواقع التراثية من العبث أو التدمير، ذلك من خلال أعداد التشريعات والأنظمة والسياسات العامة والتي تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على المواقع التراثية والأثرية. والحديث أكثر حول هذا الموضوع، ولأن لا أقدم من حضارة مصر، سينضم إلي زميلي كريم رجب من القاهرة الخديوية، وأيضا الزميل أحمد عبد الرازق من المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، والذي يفتتح اليوم أولى أيام عرض المومياوات الملكية والتي نقلت له في 3 أبريل الجاري. المزيد مع الزميل أحمد عبد الرازق ومزيد من التفاصيل عن قاعة عرض هذه المومياوات. صباح الخير فيروز، تحياتي لك ولمشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان. اليوم هو 18 أبريل، وهو اليوم الذي اقرته منظمه التربيه والعلوم والثقافه التابعه للامم المتحده المعروفه اختصارا باليونسكو ليكون يوما للتراث العالمي. وفي اطار احتفال العالم بهذا اليوم، ادرج المتحف المصري بالتحرير ضمن القائمه الارشاديه او الاوليه او التمهيديه لمواقع التراث العالمي، وهو حدث ايضا ينبغي الاحتفاء به. ولكن مصر لها 7 مواقع ضمن القائمه الاصليه، اما القائمه الارشاديه او التمهيديه فمصر لديها 32 موقعا ضمن هذه القائمه، اضيف اليها المتحف المصري بالتحرير. وهذه القائمه او هذه المواقع يتم ترشيحها من قبل لجنه الاثار او لجنه التراث بمنظمه اليونسكو. ولكن بينما يحتفي العالم بيوم التراث العالمي، تحتفي مصر كل يوم بتراثها النابض بالحياة دائما. ويعني ليس موكب المومياوات الملكية ببعيد، ربما قبل 14 يوما من الآن كما ذكرتي كان موكبا مهيبا كان ينظر له العالم مشدوها فاغرا فاه على كل هذه العظمة التي حبى بها الله المصريين، والتي استطاع الأبناء أو الأجيال أن يعيدوا نبض هذه الحضارة. اليوم تفتتح قاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي بالحضارة احتفالا باليوم العالمي للتراث، تفتتح للجمهور بالمجان في اليوم الأول، وهذا ما نحتفي به الآن. ربما يتعذر التصوير داخل المكان العرض أو قاعة عرض المومياوات من أجل الحفاظ على هذه المومياوات، ومن أجل الحفاظ على شكل وطريقة العرض التي تحاكي المكان الأصلي الذي اكتشفت فيه هذه المومياوات بدير الملوك. وهناك العديد من الخدمات التي تقدم للزائر لهذا المكان، وهناك أيضا العديد من الإرشادات التي تقدم له من أجل السماح له بالدخول إلى القاعة. العدد محدود جدا داخل القاعة، المكان بالداخل مظلمة يعني يغلب عليه اللون الأسود حتى تتيح استخدام الإضاءة المناسبة التي تناسب المومياوات حتى يتم عرضها بالشكل اللائق. قبل دخول قاعة العرض هناك أيضا قاعة دائرية يعني يتم التعامل معها أو يتم عرض تقنية المالتي ميديا على هذه القاعة، شاشة أرضية كبيرة يتم عرض أشكال المومياوات عليها، أيضا قاعة شاشة عرض دوارة فوق هذه القاعة يتم أيضا عليها عرض المومياوات. إذا يعني تحدث عملية تهيئة للزائر قبل أن يدخل إلى قاعة المومياوات في الداخل. الأمر كله فيروز بالفعل في غاية الروعة وفي غاية الإبداع، يعني هناك يعني تعاون كبير بين كل العاملين والقائمين في المتحف القومي للحضارة لإخراج هذه القاعة بهذا الشكل الذي يليق بمصر. يعني لا تتخيلي فيروز ما
مدى السعادة التي يكون فيها السائح أو الزائر لهذا المكان عندما فقط يلتقط إحدى الصور التذكارية بجوار أحد الحوائط داخل هذا المتحف، وإن كانت تحمل بعض الصور أو اللافتات الخاصة بالحضارة المصرية العظيمة. يعني هذا هو ما شهدناه منذ أن جئنا إلى هذا المكان. كنت أتمنى أن أعرض الصورة من داخل قاعة المومياوات، ولكن يعني يتعذر تصوير هذا الأمر بالداخل حفاظا على خصوصية المكان وحفاظا أيضا على المومياوات، ولكن ربما يتاح لنا فيما بعد يعني بعض الفيديوهات أو الصور من خلال وزارة السياحة والأثار حتى نستطيع أن نعرضها على جمهورنا الكريم. ولكن على أي حال لكم أن تأتوا إلى هذا المكان، وهي دعاية معلنة لزيارة هذا المكان العظيم الذي يليق بمصر. يعني هذا هو المشهد حتى هذه الساعة، وأعود إليك مرة أخرى فيروز. شكرا لك زميل أحمد عبد الرازق. وبالتأكيد يعني مشاهدينا سيكونون في زيارات قريبة بالتأكيد لمشاهدة هذه المومياوات في فترينات العرض وبعرضها بطريقة محدثة وطريقة يعني جديدة تم الإعلان عنها في هذه القاعة في متحف الحضارة. بشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات.